من هون. اختفى الكو. اوه جاد الفاونديشن اكله. بلش هاد الفيديو، اذا انتم جداد بقناتي هاي كيفكم، اسمي هانا. اذا حابين تضلكم تشوفوا فيديوهات زي هيك اعملوا سبسكرايب، اشتراك تحت تحت تحت، بس انزلوا تحت وادعسوا على سبسكرايب. اذا اليوم انا مش حاطه ولا نقطه من المكياج لانه قدروا اخذ منهم كم من منتج على اساس اعمل هاد الفيديو. فشكرا كثير، شكرا كبير لجاسمين كير. اللي حابه تشتري من جاسمين كير اللي ساكنه بفلسطين او فلسطين المحتله حاب احكي لكم، ببعثوا لكل مكان. فعندهم كمان محلات بالضفه وكمان محلات جوا بالقدس، كمان بيعملوا شيبينج لجوا كل فلسطين، اي يعني فلسطين المحتله وكمان فلسطين العاديه. الناس اللي بيقدروا يروحوا على جاسمين كير حاب احكي لكم، رح اكون حاطه رابط تحت بصندوق الوصف، ولكن حابه اكون صريحه معكم، الروابط رح اكون حاطتها تحت بصندوق الوصف. اذا بتشتروا اي شيء انا باخذ نسبه معينه لكل اشي بتشتروه، فا again حابة اكون صريحة معكم. كمان شي مش مدفوع لحتى اعمل هذا الفيديو، ولكن كتير منكم طلبتوا مني اعمل هيك فيديو كمان مرة، عشان عملت already فيديو عن اسنس وكمان ميمي بوني اعتقد اسمها ماما بوني ولا ميمي بوني مش متذكر، بس في عندي كتير فيديوهات بخصوص هذا الشي. فمنتجات اليوم من فيس توب اللي رح اجربها كليا، جبت كتير منتجات من فيس توب رح اجربهم كلهم اليوم على وجهي واخبركم اذا بتستاهل المصاري او ما بتستاهل المصاري. فبكفي كلام ويلا نبلش بالفيديو. يلا هلا بدي استعمل هاد البرايمر من توب فيس. ريحته على فكره طيبه، very nice. بدي استعمل اصابع لحتى احرك المنتج على وجهي فندمجه. حاسة في شوية لمع هين عم بيصير مع انه هاد مات. اذا رح استعمل على هاي الشقة للوجه اللي هو التوب فيس سكين اديتر ماب لونج لاستنج فاونديشن، مكتوب هون انه بضل لمدة 12 ساعة. مش عارفة بالضبط اذا هذا الشيء حقيقي، يوم من الايام رح اجربها واخبركم. هاد متواجد فيه SPF 20 لحتى يحميكي من اشعة الشمس. على هاي الجهة للوجه رح استعمل ال InStyle Top Face Full Coverage Lasting Finish Pore Minimalizing Moisturizing Ideal Skin Tone Foundation. اللي هو Full Coverage يعني Foundation. متواجد فيه SPF 15 فكمان بيعتني فيكي من أشعة الشمس. هاد لازم يكون Full Coverage وهذا رح يكون Foundation اللي بضل لمدة أكتر. بستعمل أول إشي المات، فهتنجرب نحطه هلا هون. وهلا رح استعمل بيوتي بلندر لحتى احطها على الوجه، وكمان هي اعطوني اياها جاسمين كير اللي شايفين استعملتها من قبل. اذا هيني هلا حطيت المات فاونديشن على هاي الشقة، وهلا حطيت وكمان هلا لبست النظارات على اساس اشوف كيف المنظر اكثر. الصراحة إذا بتشوفوا هون هلا هذا السبب ليش أنا بحبش أصلا فاونديشنز، بتعرفوني دائما بحب بس أستعمل كونسيلرز، لأنه بالنسبة لإلي فاونديشنز it's just too much. تقدروا تشوفوا البورز تبعوني عادة تبين كتير 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 ملاحظة. بحس إنه كأنه الوجه بيكون كل الأشياء المش حلوة فيها بتكون متبينة أكتر إشي، فلهيك مش حابة كتير هذا الفاونديشن، لأنه أصلا معظم الفاونديشنز هيك بيعملوا ببين على اساس انه الوجه كيكي، بحبش هذا الاشي. فهلا بدي اجرب الفول كفرج، بس اذا بتعرفوني انا من نوع البنات اللي بحبش اصلا الفاونديشنز، ف ان شاء الله خير. اوكي بكره منظري كليا ويكون كله فاونديشن، ولكن عم بعمل هذا الاشي لكم. انا من النوع اللي بحبش كل هالقد مكياج، فا اولا الفول كفرج حاسه انه مبين كل اشي اكتر، حتى ماي بورز مبينات اكتر بهاي الجهة اكتر من المات، فا they're matte. انت هون عم تعمل اشي منيح. الفول كفرج ذو عم بخبي التجاعيد على اساس لما بضحك،
You see that؟ شايفين كيف هيك مبين أكتر؟ هون مبين حيز، هون مش مبين بالمرة، فهذا الحلو بالموضوع، ولكن ملاحظ كتير يعني إذا أي بني آدم طلع وجهك ملاحظ كتير إنك حاطة فاونديشن، و I don't know مش عاجبني، ومش عارفة ليه حاسة الفول كفرج لونه أبيض أكتر من اللي هو المات، هذا اللي أنا حسسته، ولكن حاسة هو من هاي الشقة إذا بدك أنت تخبي التجاعيد وكمان هاي الشغلات بنصحك بالفول فاونديشن، ولكن رح يبين على أساس إنك حاطة فاونديشن رح يبين كأنه كيكي. مش عاجبني مش عاجبني مش عاجبني. وإذا بدك أنت إشي عادي بنصحك بالمات بس مش رح يخبي التجاعيد كتير، فبنصحك أكتر إشي لتخبية التجاعيد بهاد، ولكن رح تكون البورستونك ملاحظة أكتر، ف يا yeah. عليكي تعرفي بالضبط ايش بدك اياه. للاسف هذا مش راح يزبط هيك. جازمين كير من كثر ما هم يكونوا معطوني كمان الوان للحواجب، ولكن انا again بحبش استعمل هاي الشغلات، بحطهاش كتير على حواجبي. اول شيء بدي اعمله بدي امشط الحواجب، هلا بدي احط المشط بالواكس لحتى اخليهم كلهم على الشكل اللي بدي اياه ويضل هيك. اذا بما انه هلا حواجبي بهذا الشكل الجنوني راح ادخل بهاد اللون اللي هو متواجد هون. اذا هي هيك هو لون الحاجب باستعمال الحواجب الوان الباودر. راح استعمل على هاي الشقه اللون الانك. هاي هادي هون تبعت الانك، والصراحه حبيت اكثر اشي هاي من هاي، ما بعرف ليش بس الصراحه حسيت انه هاي احلى معها بالجل، وكمان فعشان اطمن اياه كمان نفس الاشي حاسه هذا هون كتير مبين احلى من اللي هون، فاكتر اشي حبيت الجل، ولكن اجان كالعاده بنصح كل بنت تجرب وتشوف اي وحده حبتها اكتر، ولكن من ناحيتي كتير حبيت اكتر اشي الجل. هلا صار وقت الاي شادوز، فنقيت هدول الالوان اللي هون، الوانهم كتير كتير بتجنن، فحابة كتير 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 اجرب باللون اللي هون. هذا الباليت رقمه 17، شوفوا 17. فهلا رح استعمل هاد اللون اللي هون، واللي عاجبني بهدول الاي شادوز الصراحة انه كان متواجد عليهم هون الموري، فيا كتير عجبني هذا الاشي كمان. فانا ملاحظة انه هذا فيه كتير فول اوت وقاعد بوقع كتير، فديروا بالكم يا صبايا، الاحسن تعملوا معنات وزي هيك العينين اول وبعديها تحطوا كل المكياج. فانا هلا بدي احط هاد اللون حوالين كل عم بطير عم بطير بدي احط هذا اللون حوالين كل العين. واو وبعديها هاي الشقة. اذا اللون تبع البيس حلو ومرتب عجبني هذا اللون، ولكن الاشي اللي مش عاجبني انه لونه عم بتفتفت بسهولة، يعني في كتير 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 فول اوت كتير، يعني حتى في كتير هلا على وجهي هاي الشقة كمان واقع. هلا الشيء الوحيد اللي مش عاجبني فيه لهدول الاي شادوز، ولكن الوانهم لحد الان حلوه وتمام. هلا بدي ادخل بالوان اللي هي الباليت 0015، وبدي ادخل اكثر شيء بهاد البيتشي كلر اللي هون، بدي احطه بخارج العين، فهات اجربها هلا. من الفول اوت عم توقع كمان مش منيح. اوكي ف اوكي باشا اللون. اوكي ويت ليتس تراي فوق. اوكي اوكي انا عاجبني انه عم بحطه من وين الكريس. اوكي لونه لحد الان تمام. فول اوت هتنضيف كمان لون الله يستر. ايوه again ديروا بالكم لانه هاي الالوان بتوقع، فكونوا عاملين اول اشي بلشوا بالعين وبعديها حطوا الفاونديشن اذا بتحبوا الفاونديشن، او اذا بتستعملوا كونسيلر بنصحكم بعديها تحطوا كونسيلر. هلا الامتحان الصح، هل اذا بعمل بلندنج لهذا المنتج هل اذا رح يضلوا بعده على عيناي؟ فهتنشوف. wait اوكي 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 هاد ماسك هون على العين، هي ماسكة على هاي العين.
All right, حلو. يعني في blending. Let's try this out. All right, حلو حلو حلو. في blending بالموضوع. وبنفس الوقت اللون عم بضل. You guys, okay, good, good, good. هلا هذا منيح بالنسبة لي، أنا بقدر استعمل الآي شادوز لونهم بسهولة. Yes, top face. الآي شادوز لونكم بتجنن، ولكن مشكلة كبيرة هو إنه فيها fallout كبير. بس أهم إشي إنه ألوانها بارزة، فهي مش مشكلة كل هالقد الصراحة. هلا بدي أرجع على الباليت تبع 17 وبدي أستعمل هلا اللون البني هذا. تيريليو. أم بحب هذا اللون يو جايز. الشيء الوحيد اللي مش مساعد هو الفاونديشن، انا بكره الفاونديشن، بس على كل الناس اللي بتحب الفاونديشن ممكن هذا يكون مناسب لكم، بس الالوان تبعتهم بتجنن. بيوتيفول 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 بيوتيفول. هلا بدي انط على الماسكارا تبعتهم، وهذه اسمها فوكس بوينت هيك، والفرشايه تبعتها زي ما بتعرفوا بحب الفرشايات اللي بتكون صغيره كتير كتير وشعراتها كتير قريبه على بعض. فيا هلا بدي اضع الكونسيلر، واخيرا لانه هذا بس الاشي الوحيد اللي بعشقه هو الكونسيلر. زي ما بنعرف في كتير كونسيلرز ما تدمج منيح بالفاونديشنز تبع الشركات، فلهيك بدي اجرب على القليل الكونسيلر تبعهم لتوب فيس اذا راح يدمج منيح مع شركتها. ف هاتوا نجرب. انا على فكره عم بستعمل لون 001 للناس اللي عم تسال، نفس اللون تبع الفاونديشن، فراح احطها اول اشي على هاي وكمان على هديك الشقة لأنه كل واحدة منهم اختلفت. بعدين أحاول أعمل زي highlighting شوي على هون وهون وكان شوي هون. فا يا هات نشوف كيف هتطلع شوي هيك. alright هات نشوف شو راح يصير. هسه بدي أحط كمان مرة concealer حتى اشوف اذا اللون، مع انه اللون مبين بس بدي ازيد شوي باللون اشوف كيف راح يطلع. هلا الاختبار، لانه انت بتقدر تشوفه وانا بقدرش اشوف عادي. بسم الله. اوكي حابه انه ما اعطي زي هايلايت، فهذا الحلو الموضوع. ليش هذا هون؟ What is that? نرجع. اوكي بشوف اذا بعمل هيك. لا باخذ اللون. اذا حاسه انه كونسيلر مندمج منيح مع الفاونديشن، اجين بحبش فاونديشن بالمره عاد واكرر، ولكن هذا الكونسيلر حاسه انه دمج منيح مع الفاونديشن. مع ان البنات حاسه انه فيش داعي تحطوا كونسيلر فوق فاونديشن، بس حبيت اجربها معكم عشانكم. فا يا هلا بدي امسح الفاونديشن على تمي. اوكي هيك حاسه احسن. يو رجع شفايفي، رجعوا لونهم. يوم منظر فقع ضحك من هون. او ماي جاد مش متعوده هالقد مكياج. عجبني الفاونديشن المره، بس الكونسيلر شايفه مندمج منيح مع الفاونديشن. ف اذا بتحبوا هاي الشغلات بتقدروا تستعملوهم مع بعض، بس الفاونديشن يو مش عاجبني. في ناس بتحب تزودها وبتضيف باودر فوق كل المكياج اللي ضفته، فعشان كل الناس اللي بحبوا يحطوا باودر فوق الفاونديشن كونسيلر اعملها عشانكم، مع انه مش راح يعجبني. بس alright من ناحيتي انا بنصحكم تستعملوا اما باودر لحال، كونسيلر لحال، او فاونديشن لحال، ثلاثة مع بعض ميكسينج. عم بتحط كتير اشياء على وجهك يو جايز. لا المهم هجرب هاي بس عشانكم، فأنا من النوع اللي بحب الباودرز لحال، وهذا على لون كمان 01. الحمد لله عندهم كل الألوان كنت بدي إياها الحمد لله. أوكي كمان متواجد معها كمان سبونج، فبدي أجرب السبونج فوق كل المكياج اللي أنا حطيته، مع إنه بنصحكم تستعملوا السبونج تبعكم، ولكن أنا هجرب هاي أشوف إذا بتزبط. فهات نشوف. أو كارد في شعرة هيك على وجهي. لا هذا عشان حطيت النظارات. أوكي جد كيف بتحطوا باودر فوق كل هذا؟ انا مش فاهمه. انا صراحه مش فاهمه كيف بتحطوا باودر فوق كل هذا، بس يا بنمشيها.
Oh no. صبرك يا الله، صبرك يا الله. ف هيك منظري، انا خايفة كتير لحتى اشوف هلأ منظري بالنظارة، ولكن هشوف عشان احس بالوضع صح. بسم الله. او جاد، منظري هلأ هون على الكاميرا. نو 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 نو. اوكي، ف وين متواجد في كونسيلر فاونديشن تبع المات، شايفة انه التجاعيد مبينة اكتر. عند الفول كفرج حاسة انه عم بخبي العيوب اكتر. ليش مساعد هون؟ مش عارفة، فاعتقد لانه جاف شوي عندي بهاي الشقة. عند التوم مبين اكتر انه جاف. ولكن هذا اشي الغريب، عجبني الفاونديشن مع كونسيلر مع الباودر بهاي الشقة، ممكن عشان فول كفرج، ولكن بهاي الشقة شايفة وكل المناطق الجافة أكتر من ما أنا شايفة هون. فا هاي مش عجبتني، ولكن هون I can see ليش عم تستعملوا انتو الباودر معها. ف حابة كتير هذا الطرف. مع كل هذا المكياج المتواجد على وجهي حاليا، حضيف كمان البراونزينج باودر، وهذه اسمها براونزينج باودر لحالها، واخترت انا رقم 003. نشلح هدول. بسم الله الرحمن الرحيم. راح استعمل فرشاية إلها زي الزاوية، وهذا فيكم ينفع تشتروها من اي باي، علي اكسبرس، اي واحد من هدول. كتير عجبوني هدول، فبنصحكم فيهم كمان بنفس الوقت اذا بتحبوا وتحافظوا. انا نخوف في هذا الباودر. نايس، فيش فيه داون فال. اوكي، فيش فيه فال. اوكي اوكي، جود جود. فا خلينا نجرب هيك. اعتقد جبت لون كتير كتير غامق. this is not gonna be good. اختفى من هون. اختفى الك. oh god، الفاونديشن اكله. oh no، اختفى. okay wait. oh no، ضفت كتير. اوكي، هات نحاول نطلعك لفوق حبيبي، هات نحاول نطلعك فوق. اوكي، خلينا نحاول نعمل زي دمج هيك. هلأ صار وقت الدمج. اللون عجبني، بس حاسة انه شوي مبين انه زيادة، بس على كل نين بدي ادمجه هلأ بسفنجة، لانه بدي حطيت فاونديشن وكل هاي الشغلات، فاعتقد هذا الاشي الوحيد اللي راح يدمجه منيح. فلس سي. اوكي، انا شايفة انه اندمج منيح، بس عشان نتأكد. احم احم. اوكي، كأنه اللون شوي اختفى مع الدمج. وين راح؟ I have no idea، بس لسه في بني، انا شايفة بني حوالين المنطقة. ف that's good. ياي، هلا رح ابلش بالبلاش، وهذا اللون 08. فبدي هلا احطها، احم، شيل هاي، واجيب البراشز. فال اوت، بس مع بلاش اعتقد رح يكون في كتير فال اوت. anyways، ف هات احط هون. على القليلة حاسة انه هذا اللون عم ببين انه انا عايشة، لانه كلي هيك بيضة، فمع الحمار على القليلة مبين شوي طبيعي. فأم just like happy عشان هذا الاشي. بدي احط شوية بلاش كمان على هون، بحس انه هون بيكون like so so cute، فلهيك بدي احطه هون. اوكي، فاذا هيك هو لونه. خلت اتأكد بالنظارات. بسم الله. اوكي، حاسة كأنه مبين تمام على الكاميرا. اوكي، انا مندمج كمان مع الفاونديشن تبعت الفول كفرج، وكمان مع الفاونديشن المات، فحابة كيف الاندماج الجاي تبعه. مش كل هالقد بارز، فاعتقد رح تضلكم تحطوا انتو من هذا اللون، تضلكم تضيفوا فوق على اللون. هذا الاشي بحبه بالبلاش، بحبش دايما يكون البلاش
كتير لونه فاعل، لأنه بعديها إذا بدك تخففيه حيكون شوي صعب عليكي. فلهيك بنصحكم دائما نقوا بلاش دائما، أنا بحب هيك بلاشز يكون. فهذا عجبني وراح أجيب كمان مرة من هذا المنتج، هذا عجبني. هلأ بدي أنهي هاي المعاناة تبعتي، فهلأ بدي أستعمل هذا السيتنج سبراي، راح أضعه على كل وجهي. بسم الله. وهو عم بالجيف، بدي هلأ أستعمل هاي الحمرة يعني الروج. you guys حبيت كتير إنه الروج تبعهم مكتوب عليه اسمهم، مش كل الشركات بيعملوا هيك إشي، كتير أنواع معددة، كتير شركات معددة بتعمل هيك إشي، فكتير حبيت هذا الشيء. so cute you guys، لونه بجنن، حبيته. I don't know about you guys إذا عجبكم أو لا، بس أنا كتير حبيت هذا اللون. فبدي أختصر اليوم عليكم وأنصحكم بالضبط شو الأشياء اللي تشتروهم من عندهم. أول إشي البرايمر تبعهم ريحته كتير طيبة، وحسيت إنه عن جد ماسك بالفاونديشن منيح، فلهيك بنصحكم فيه لأنه كتير حبيته. ثاني إشي اللي حبيته اللي بالأول ما حبيتهوش بس بالنهاية حبيته، هو الفول كفرج فاونديشن. حسيت هذا عن جد عم بخبي بالتجاعيد، مع انه عم بحس ممكن انه بشرتي اللي هلأ جافة فبين اكتر اشي انه جاف. كمان اشي بنصحكم فيه اللي هو الكونسيلر تبعهم، هذا اللون كتير حبيته، جربته قبل كمان لحاله بدون فاونديشن، فبنصحكم فيه لحاله. اجان بحبش يكون فاونديشن بعدين تحطوه شو اسمه اللون، فبنصحكم هاد لحاله كمان كتير حلو. كمان اشي حبيته من هاي الشركة اللي هم التلاتة باودرز تعونهم، اللي هو البراونزينج باودر، كمان الباودر العادية للوجه، وكمان البلاش تبعهم. هدول كتير بنصحكم فيهم، جربوهم قبل ما تشتروهم. again بنصحش كتير تستعملوا اشياء موجودة على التسترز، بس هالمرة بنصحكم جربوهم على القليلة، حطوها لمدة دقيقة وبعدها شيلوهم من وجهكم. نصيحة. اكبر اشي بنصحكم فيه هم الاي شادوز تعونهم، الوانهم كتير منوعة وكمان بتجنن. كتير حبيت كيف انه الوانهم النود ومختلفة كمان، وان فيهم الزهر. حبيت كمان البيتش، اللون كتير مرتب، وكمان اللون الخفيف so cute حبيتهم. الاشي حبيته هو الحمرة، الصراحة الاشي الوحيد اللي عجبني فيه اكتر اشي هو انه كيف حاطين اسمهم فيه، so cute. كتير شركات بتعملش هذا الاشي، فكتير عجبت لما شفت هذا الشي موجود على هاي الشركة، وبالذات انه اللون بارز وحلو. I just like it even more. فهل top face تستاهل؟ في كم من اشي عندهم تستاهل، وفي كم من اشي بنصحكم تبعدوا عنهم. اللي بستاهلوا خبرتكم عنها، والاشي اللي بستاهلش بعدت عنها. ف you guys بتمنى هذا الفيديو عجبكم، اذا عجبكم هذا الفيديو please ما تنسوا تحطوا لايك، اذا حابين اعمل كمان فيديوهات زي هيك وبجرب المنتجات كلياتها برضو خبروني تحت اي شركة بدكم اياني اجربها. ما تنسوا تضيفوني على كل السوشيال ميديا تتابعوني، وكمان ما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة لحتى تشوفوا فيديوهات متنوعة مش بس عن المكياج، بحب كمان انصحكم روحانيا، وكمان كتير فيديوهات لمشترياتي. ف yeah. وبنصحكم كمان تدعسوا على الجرس وبرضو تفعلوا التنبيهات. ف yeah. هذا هو. فحابة احكي لكم هلا بحبكم بعشقكم وبموت عليكم. باي باي.